الكره القدم السنة اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذة تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتسي يلا مساء الخير، حلقة جديدة من ستارز اوف فانتسي وبرعاية طبعا نانو سل من ال جي وزد. النهارده الحقيقة هيكون معانا يعني عنصر جديد، هو ممكن يكون جديد في أدائه لأن أدائه الفترة اللي فاتت كان تقدروا تقولوا إن هو ما جاش. حازم إمام حاطط عليه بشكل كبير جدا، حاولت أنفخ فيه في بداية البرنامج ولكن أسبوع ورا أسبوع واضح إن هو كان بيطلع شوبينج في لندن وما عندوش فكرة عن أي حاجة. ميدو ايه اللي بيحصل؟ مش عارف، انا الدنيا ملخبطه معايا. ليه؟ انا بحاول الاقي نفسي صراحه. ميدو انا وانت خذلانين جدا. لا صراحه والله بحاول الاقي نفسي والله. انت متخيل ان هو اخر برنامج جيب الشورت؟ فمش محتاج ان انا اقول لك احنا وصلنا لمرحله انا نفسي مش عارف يعني بحاول ما اقابلوش قبل الاستوديو. ان شاء الله اصلح اموري. ان شاء الله اصلح. انا واثق فيك والله. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، لسه بدري لسه. حازم حبيبي يعني حتى لو هو كسب. ايه اللهجه دي؟ لا خلي بالك ان لما جينا نبص البرنامج ما اشتغل، جينا نبص على الجمهور في سكورات تقيله جدا يعني. حازم في الضياع برضو بالنسبه للجمهور. انا في واحد جاي يا جماعه 115 نقطه، احمد زكي ده انا ما بعديش ال 50 يعني. انا نفسي الاقي 55 60 مش لاقي. احمد زكي 115، احمد فهمي 107، جوفاني ماجد 103، ومحمد حماصه. محمد حماصه حتى حماصه جاب 102 وانا ما جبتش حاجه يعني. حماصه جاب 102 وانا ما عدتش ال 50 حتى. طب بقول لك، عايز اسالك سؤال والله يعني. لا بس هعدل من جاي جاي. هو جاي، هو مش عارفين امتى بس هيجي ان شاء الله. بص انا عايز اقول لك حاجه. استنى واحده بس، استنى واحده. وانا تخين قاعد يقول لي انت جاي انت جاي انت جاي وجيت ما شاء الله. صح بس كده بيت بعديها بشويه كتير. جيت ولقينا الكلام ده في 2000. يا ريتني ما جيت كنت خليتني مكاني. وانا بقول لك في الفتنس ده انا هتيجي برضه ان شاء الله. يا ريتني ما جيت. قاعد ساكت. فرقت ايه معاك؟ بهدلت. بامانه بقى، انا حد قال لي ان انت بتستعين بطقم من صحابك، انت ما عندكش؟ والله عمال يكلم العيال بتاعت نادي الصيد وبتاع. أيوة أيوة. ايه العيال بتاعت نادي خلاص يا ابني؟ الشباب المحترم بتاع نادي الصيد. لا بس انا هغير فيه، انا ما عنديش. ما هي الفئه خاصة اخترتها في الاول، انا ما عادش وايلد كارد، ما عادش حاجه. فهي الفئه اللي انا اخترتها ما بغيرش فيها. غيرت الاسبوع اللي فات الباك بباك روز، نزلته بس باك شمال بس. انا بتحسن وما عملتش حاجه، ما عملتش تغيير كبير يعني. ماونت برضه حطيته تاني اسبوع، بتكلم يعني ما فيش حاجه كبيره. ال 11 ان شاء الله الاسبوع ده 15 اللي ابتديت بيهم هم غيرت يوم 2 3 بس يعني. الاسبوع ده غالبا مش هغير، هحاول يعني انا هضحي بالاسبوع ده عشان ميدو برضه يفوق ويرجع تاني ان شاء الله. عايز ارجع تاخد بايديه يعني. احنا وصلنا للمهانه، وصلنا للمهانه كده يعني. مش هعمل تغيير كتير او مش هعمل تغيير خالص يعني. وهشوف الدنيا فيها ايه. انت كنت حاسس قبل البرنامج ان انت هتلاقي الاداء الضايع ده منه؟ اصلا لعبت معاه قبل كده من 3 سنين. لا خالص والله، من 3 سنين. وانا مش قايل لك في اول السنه هيجي في نص السنه يقول لك انا مش لا 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 مش لاقي الاكونت وبتاع ومش متابع وبتاع. انا عملها معانا قبل كده اصلا. لا هظبط. كنت حاسس قصه كده. خلينا نديله فرصه جديده. طب نشوف مانشستر سيتي في مفاجاه يعني مدويه، خساره مش متوقعه، وليفربول بيتصدر. بص عجبني قوي سيف الاسبوع ده. لو شفت حازم التويتر اكاونت بتاع نورويتش سيتي. نورويتش طبعا احد الانديه الصاعده، معاهم مدرب مميز جدا. امبارح كتبوا حاجه حلوه قوي يا حازم. killing the press sticking to our philosophy. يعني وجايبين بقى هايلايتس بالهجمات اللي هم طلعوا بيها من تحت، وطلعوا حتى هم بيلعبوا مانشستر سيتي. فبيقول لك ان احنا ايه، ان احنا ايا كانت ايه، هم اتغلبوا ماتشات وبتاع، ايا كانت الانتقادات اللي موجهه لينا، احنا تمسكنا بالفلسفي او بالفلسفه بتاعتنا. فكاتبين النهارده على تويتر killing the press by sticking to our philosophy، وجايبين هايلايتس ازاي طلعوا بالكره قدام مانشستر سيتي 4-5 مرات من تحت وتحت ضغط وطالعين بالكره. وانا بقول ان هي دي الكره يا سيف، هي دي الكره، ان انت
تتمسك بالفلسفه بتاعتك وتحاول تلعب الكره بتاعتك. بس لو صح لو غلط لازم هتغير طبيعه الكره. لا لازم يبقى عندك اللعيبه. لازم خلي بالك ان انت الموضوع مش موضوع من يوم وليله. الموضوع ان انت عشان تقدر ان انت تنفذ الكلام اللي انت عايز تعمله ده بياخد وقت. بياخد وقت لان انت محتاج ان انت غير ان انت تحفظ اللعيبه ان انت يبقى عندك يعني ممكن يبقى عندك اتنين لعيبه في نفس المركز ولعيب واحد ما يقدرش يعمل القصه اللي انت بتعملها دي يبوظ لك الدنيا كلها. ممكن يكون حارس مرمى يعني ممكن حارس مرمى يعني انت بتتكلم في مانشستر سيتي غيروا حارس مرمى واثنين وثلاثه لغايه ما وصلوا لافضل حارس يقدر يلعب برجليه. لو انت ما عندكش الحارس اللي بيعرف يلعب برجليه كويس كل اللي انت بتعمله ده باظ. فاهمني؟ فبياخد منك وقت. عشان كده ايه جوارديولا لما بيجي مثلا يروح كابتن حازم في اول اي مكان حتى لو نادي كبير ونادي ليه هويه ونادي عنده ايدنتيتي بقاله سنين اول حاجه بيقولها ايه؟ اول سنه ما تسالوش مني حاجه. ما تسالوش مني حاجه، انا اول سنه لسه سنه. الكلام ده عمله في بايرن ميونخ، الكلام ده عمله غير برشلونه، برشلونه طبعا هو كان طالع يعني في سيستم موجود. اول سنه ما تسالوش مني حاجه لان انا لسه اللعيبه لسه محتاجه وقت ان هي تحفظ وان هي تشرب شغلي وان انا اختار اللعيبه الصح اللي تقدر تعمل شغلي. فبياخد وقت. فعجبني في نورويتش ان هم تمسكوا بالفلسفه بتاعتهم وان هم يكسبوا مانشستر سيتي حاجه كبيره. حازم ليفربول متصدر المشهد لحد دلوقتي وهو يعني ستاندرد مستواه ما بينزلش، طريقه اللعب كلوب محافظ بشكل كبير جدا على تشكيلته على ادائه على شكل الفريق. ليفربول خمسة يعني كل الماتشات خمسة من خمسة يعني نتائج مهمة جدا. أنا بشوف إن الثلاثي الهجومي بالنسبة لليفربول هو العامل الفارق ده بشكل كبير جدا. بيوصلوا الجون كتير قوي في ماتشات كتيرة، ممكن تلاقي صلاح مش باين تلاقي ماني موجود، ماني مش باين تلاقي صلاح موجود، فيرمينيو على طول موجود. بصراحة أزمة ماني وصلاح اتحلت. أنا مش شايف أزمة يعني، لكن هي في 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 يعني في حاجة منافسة. بس أنا منافسة كبيرة. بس أنا شايف أزمة يعني ماتش امبارح ليفربول ونابولي. ليفربول في يعني لعب كورة بس قوية شوية. لا مش قاصد، أكيد مش قاصد يعني. أيوه بس شفتها. شفتها. بس المدافع عسيف ذكي جدا. ذكي. المذاكر يعني هو اشترى وقت اشتغل شوية. بس أنت ما تتأخرش كده. لا لازم تتأخر كده. لا هو لعبها هو التايمنج بتاعه صح بس هي قوية. لأن هو لو لعبها بدري شوية كان هيخلي يلعب على واحد على واحد. ده بالعكس أنت عارف لو كان أناني ماني كان لعبها له بدري كان صراحه يلعبها له تاني. حازم الصوره هي قدامنا. أيوة. لو لعبها حازم مفتوحه يعني. أيوة. هو اتاخر. أيوة. هو اتاخر قفل عليه عشان يطلع الباك بره اللعب. هو فعلا طلعها بره اللعب بس هو لعبها جامده. لعبها وحشه قوي. هو لعبها جامده. عارف لو لعبها بدري لصلاح كان يبقى اناني. في لعيبه بتعمل كده، يروح لعبها لك بدري عشان تلعبها له تاني زي احمد حسن. ايوه احمد حسن كده. احمد حسن كنت تروح هو انت والجون كده يروح لعبها لك عشان تديها له تاني. هو عارف يعني هي لو هو مش كويس لو دماغه فيها ان هو يجيب الجون كان لعبها لصلاح اول ما عدى الانفراد كان لعبها لصلاح. لان صراحه الراجل هيقابله كده كده وش فلازم هيلعبها تاني ماني. انا شايف ان هو عايز يطلع الباك بره اللعب فبيقرب عليه لغايه لما يطلع بس هو لعبها جامده شويه. لكن بجميع الاحوال يعني ليفربول حتى اللي كان بيعمل كلين شيت السنه اللي فاتت يمكن ماتشات كتير جدا ما دخلش فيه غير خمس ست جوان. ده صلاح صلاح عمل الفيديو ده ستوري على الانستجرام. ها حلو قوي. ان هم علاقه طيبه يعني. ما يعني زي حازم بص زي انا. لا كلنا بنشد مع بعض في الماتشات لكن ما بتزيدش قوي يعني. وانا اعتقد المستوى ده من المنافسه خلاص يعني. الناس كلها بص عليهم اكيد الموضوع مش. لكن هي المشكله الكبيره في ليفربول ماتش نابولي اللي حصلت الدفاع ما وحش. شفت الجون التاني يعني روبرتسون وفان دايك من اقل الماتشات بتاعتهم او بشكل عام الدفاع يعني ان يخش فيهم جونين دايما. بس على فكره نابولي دايما روبرتسون قفل الاكونت بسبب الهجوم عليه يعني. بس روبرتسون هو لعيب كويس جدا السنه اللي فاتت عمل موسم رائع. السنه دي يمكن اول ماتش لعبه كويس الماتش اللي فات. بس بحس من كلوب بعد الماتش هو ضاع السنه دي من اول ماتش حطه ومشيته. بس كان كويس الماتش اللي فات مش في الدوري مش بس حاسس من كلوب ان الماتش يعني مستنيكوا في الماتش الثاني. مين يعني حاسس امبارح من كلوب برضو بثقه يعني النهارده لعبنا ماتش دلوقتي بعد الماتش بس مستنيكوا في الماتش الثاني. دلوقتي بعد الماتش بيتكلم مع كلوب فبيضحكوا يعني خايفين من برشلونه خايفين من سيناريو برشلونه. لا فبيقولوا له بعد الماتش انت بتضحك قوي ليه مع كلوب؟ قال له انا قلت له ما دام احنا كسبناك فتعرف انك هتكسب الشامبيونز ليج. هو لما بيخسر كلوب من نابولي بيكسب الشامبيونز ليج يعني. بس بدري قوي. بص الدماغ عامله ازاي اساسا. بص كلوب نفسه بعد نطلع فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل. اعظم فاصل بطلعه وحازم بيتكلم دايما بتعملها فيا على فكره. اول ما تيجي تتكلم تستمتع او طالع فاصل على طول نرجع تاني نكمل. So fast.
واحد اسمه الأحمر. ورجعنا لكم تاني ونتكلم بقى على الدوري الانجليزي ونتكلم على ميدو. توقعاتك الفترة الجاية هتعمل ايه؟ مين اللعيب اللي ممكن يفرق معاك في فريقك؟ والله صلاح عنده لعيبه كتير كويس. يعني انا 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 عندي امل ان صلاح يعني صلاح جايب لك جول الماتش اللي فات البطل عدو كابتن. صلاح ممكن ينافس تاني على هداف الدوري الانجليزي؟ ايوه طبعا. بص سيف، صلاح عنده ميزه ما كانتش موجوده عندنا كلنا. بجد تقول كلنا كل يوم. كلنا كنا لعيبه كويسه. اوكي، في لعيبه كتير جت مصر كويسه. بيغير هدومه كل يوم. ها؟ بيعمل ايه؟ بيغير هدومه كل يوم. بتقول له بجد طموحه كل يوم. لا لا، بس انا عارف ميزه صلاح الرئيسيه ايه؟ احنا واحنا بنلعب غصبا عننا كنا بشكل من الاشكال مشغولين بما يقال عنا في مصر. صح؟ كنا غصبا عننا يعني فلان قال فلان قال. ميزه صلاح ان هو فصل نفسه. يعني اوكي مصر هاجي العب مع المنتخب وهعمل اللي عليا وكل الكلام ده كله. بس انت ايام كان في سوشيال ميديا؟ كانش فيه زي دلوقتي، بس كنا مشغولين فلان قال فلان قال. وانت صغير بتتاثر بالكلام ده. ميزه صلاح ان هو فصل نفسه على اللي بيتقال عنه، وان هو حمى نفسه بشكل من الاشكال عن ما يقال عنه في مصر. احنا شاطرين قوي في ان احنا بشكل من الاشكال ان احنا نوقع رموزنا في كل المجالات. يعني احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان احنا الرموز بتاعتنا ان احنا يعني حتى لو واحد بس مميز في مجال شاطرين قوي في ان احنا نهلم. بس صلاح ما شاء الله يعني البلد كلها في ظهره، الناس كلها في ظهره. اوكي، هو عمل لنفسه الحضانه دي. صلاح حط نفسه في حضانه من الانتقادات ومن الكلام اللي ممكن يتقال عليه. انا بص صلاح، بس هو عشان قعد سنتين يا ميدو بيعمل كل حاجه كويس، فخلاص حط نفسه في الحضانه. يعني هو شغله ساعده يعني. بس انت خلي بالك، صلاح خلي بالك لما كان مثلا في تشيلسي كان بينتقد لانه ما بيلعبش، لكن اول ما راح ليفربول وعمل البوم هو اداؤه خلاه الناس كلها خلاص انت عندك قرار استمراره صح حسب. فين قرار استمراره في ليفربول؟ قرار انتقال ليفربول ده من لا استمراره لا، انا بقول لك بقى قرار انتقال ليفربول من اعظم القرارات اللي خدها، لان النقله دي هي اللي خدت صلاح في الحته دي. يعني صلاح على فكره كان مكسر الدنيا في روما يعني، بس ما كنتش حاسس يعني ما تحسش ان هو سوبر ستار. لا كل الناس كانت بتقول انه ممكن يعمل توتي، كان دايما هو توتي تحت توتي روما، وروما ما بيكسبش يعني. روما دايما ما فيش دوري، ما فيش، روما بيلعب كويس لكن ما بيكسبش، مش موجود لا تشامبيونز ليج بيعمل حاجه كبيره ولا بيكسب الدوري. بس حازم فيفضل لعيب كويس في فرقه كويسه. لما راح ليفربول النقله دي بس حازم نقلت صلاح لحته الجلوبالي بقى، العالم كله بيتفرج عليه، هداف الدوري اول موسم. اعظم حاجه هو عملها في رايي يعني بعيدا عن الامكانيات، بس هي النقله دي يا ميدو وجهه نظري طبعا. دي لا طبعا هي ده اعظم قرار خده بصراحه طبعا. ان هو خلي بالك ان هو كمان كان فشل في انجلترا قبليها. ان هو يروح تاني وياخد القرار زي ما حازم بيقول، ده اعظم قرار خده. لكن انا فاكر وانا بلعب كنت ببقى شاغل نفسي وانا بلعب مثلا في مارسيليا مثلا، تمام، مجدي عبد الغني قال عليا ايه في الكوره وهو ملاعب، فاهم؟ تتضايق يعني. يعني ما نمتش بالليل عشان شوبير قال في الكوره وهو ملاعب ان ميدو سبب فشل ال 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 انت فاهم القصه ايه ولا لا؟ الراجل ده خلينا نقول ان منتخب مصر فشل في كاس الامم الاخيره. صح؟ فشل، ما عمل الستارت على طول وابتدى على طول وعلى طول الانجن اشتغل تاني وابتدى يشتغل تاني ما تاثرش. احنا كنا بنتاثر باللي بيتقال علينا في مصر، بس ده منتاليتي كله دلوقتي بيتغير فيه. انا شايف ان عظمه محمد صلاح في ان هو عمل حضانه لنفسه، ان هو يحمي نفسه من اي حد يقدر يسحبه لتحت. صح، ده 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 في وجهه نظري يعني. طيب، وده اللي احنا غلطنا فيه، ولا انا غلطت فيه في وقت من الاوقات ان انا كنت شاغل انا مصدقك. ماشي خلاص انا اقتنعت الكلام. ماشي، لو لف الزمن بيك تعمل ايه؟ اعمل نفس الكلام، بس مش سهل، خلي بالك مش سهل. وانت صغير مش سهل. وده بالدليل ان صلاح نضج بدري، نضج وقدر يفهم القصه ماشيه ازاي. في ناس خلي بالك، الناس مش فاهمه، في ناس حاولت تشد صلاح لتحت حتى في قمه تالقه، في ناس حاولت تشده لتحت، لكن كان قوي وقوي جدا. صح. نروح نتكلم على توقعات المباراه اللي جايه وافضل تشكيل ميدو هيفكر في ايه، حازم هيفكر في ايه بعد الفاصل. يا الأحمر
اوف فانتسي. الجوله الجايه اكيد هتكون جوله مختلفه. حازم اكيد بيحضر نفسه بشكل كبير جدا, السكور بتاعه بيطير اكيد. ميلو مش هيقعد بقى يتفرج علينا, اكيد هيكون ليه لازم اكسب الاسبوع ده اداء مختلف. انا هسيبك. مين اللي يعمل معاك السكور؟ عارف انا عندي الحمد لله طبعا انا كويس, ماشي كويس مش وحش, بس انا عندي مشكله في اختيار الكابتن. كل ما بختار كابتن ما بيجيبش جوال, بيلبس. مع ان اول 3 4 جابوا, يعني اول ماتش مثلا ستيرلينج ما حطيتوش كابتن, جاب 3 جوان. ستيرلينج عامل معاك شغل جامد الاسبوع ده. اللي فات مثلا اوباميانج جاب جونين وويلسون جايب جونين وانا حاطط ستيرلينج. هي دي عارف انا حد منهم دول عملته كابتن كان زماني معدي 300 وش 350 مثلا. فانا عندي زي ما انا ادريان عمل ماتش كويس قوي مع نابولي على فكره, على الرغم دخل فيه جونين بس عمل شال كوره. شال كوره ما تشالش. احنا احنا بسرعه بقى لان خلاص وقتنا. بسرعه ليه يعني؟ توقعاتك اول ماتش ليه بسرعه حبيبي؟ توقعاتك اول ماتش يا بيبي. توقعاتك اول ماتش ليستر سبيرز. ماتش صعب ممكن اقول تعادل او ليستر يعني. ساوثهامبتون ميدو تاني ماتش. ساوثهامبتون اول ماتش ساوثهامبتون وبورنموث يوم ال سوري ما خدتش بالي. صح ساوثهامبتون عم يلعبوا غلس جدا. انا بقول تعادل. ايفرتون تاني ماتش. لا. لا اول ماتش ليستر ليفربول ليستر سبيرز انا بشوف ممكن ليستر يتعادل. انا بقول تعادل برضه. ايفرتون تاني ماتش. ايفرتون يكسب. بيرنلي تاني ثالث ماتش. بيرنلي نورتش تعادل. تعادل بيرنلي. مان سيتي. مان سيتي. مان سيتي طبعا. نيوكاسل برايتون. نيوكاسل تعادل. وست هام. سجلوا الكلام اللي انا بقوله ده. وست هام كله بيسجل. مين بيكسب على التوقعات المرئيه دي؟ ايوه ما هي دي الكوره. وست هام ركز. هي دي الكوره والتشكيل ده والحاجات دي. ركز ما بيه ركز. وست هام مان يونايتد. لسه البالاس. لسه ما قلناش وست هام مان يونايتد. طيب ماتش صعب على فكره. ممكن اقول تعادل او وست هام. انا بقول وست هام برضه. كريستال البالاس. تعادل. ارسنال. 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 تشيلسي. تشيلسي. ماتش جوان ده. ماتش حلو. ماتش جوان. انا بقول تشيلسي وليفربول تعادل. ليفربول. ليفربول هيكسب تعادل. تشيلسي ما عندوش ماونت كمان مش هيلعب. ليفربول يكمل كده متصدر بالشكل ده. بص انا شايف يعني جدول ليفربول مان سيتي توتنهام دول هيبقوا الثلاثه اللي هيكملوا. طيب يعني قبل ما اشكركم قبل ما اودعكم في ماتش مهم جدا الاهلي والزمالك, توقعاتك؟ ان شاء الله الزمالك يكسب. يعني انا الزمالك فنيا كافراد وكمجموعه احسن كتير. الاهلي غامض غامض جدا. عملوا حركه ذكيه جدا بان هم ما زعوش الماتش اللي فات, وده ذكاء كبير ان هم لا ساعد بشكل كبير جدا وان هم يزيعوا الماتش. ماشي يبقى معلوماتي غلط, بس هم يعني خدمتهم بشكل كبير ان هم ما زعوش الماتش. يعني الظروف خدمت الاهلي ان هم ما زعوش الماتش. انت شايف ان الزمالك افضل فنيا؟ الزمالك حازم نفس بس الماتشات يعني ملهاش. الزمالك معاه مدرب بقاله فتره اطول من فايلر. لعب ماتشات اكتر من فايلر. خد بطوله مع فايلر مع ميتشو. فبالتالي الامور ظروف احسن. لكن الزمالك واهلي دايما ملهاش مقياس يعني, لكن الظروف كلها رايحه لنادي الزمالك. تمام. ده برضه تاكيدا لكلام ما انساش, الاهلي في النهايه فريق كبير. الاهلي فريق بطولات. هم شايفين الزمالك احنا على مسافه بعد ما الجميع يطلع الزمالك يطلع الاهلي. في اوقات كتيره جدا كان الزمالك افضل فنيا والاهلي كسب. هي مباراه وبطوله. سيف انا اسف ماشي. اتفضل. انا لعبت قدام الزمالك في الكاس مع المقاصه. الزمالك فريق صعب توقفه. فريق صعب توقفه لان عنده اسلحه دكات الجنب على طول. بس عارف المهم ايه في ماتش الاهلي والزمالك؟ هو يوم مين؟ ده هو ده المهم. عشنا مع الزمالك والاهلي كتير جدا. الزمالك كان افضل فنيا في توقيت, الاهلي كان افضل فنيا في توقيت, ولكن اليوم يوم مين؟ مين اللي فايق يوميها؟ الاهلي هيبقى عامل ازاي؟ الزمالك هيبقى عامل ازاي؟ ان شاء الله باذن الله يخرج ماتش كويس ويخرج جماهيريا كمان بشكل كويس. اول الحقيقه لقطه للجنه الحكام, لقطه رائعه, جايبين حكم الماني فيليكس ده اللي حكم ليفربول مع نابولي اخر مباراه, وان شاء الله باذن الله يعمل مباراه كويسه. اشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي ومباراه اخرى مع ميدو حازم, وربنا ينفخ في صوره ميدو لان كده القصه ما تنفعش. حازم عايش علينا الدور زي ما انتم شايفين, وان شاء الله باذن الله يعني يحط عليه ميدو ونشوف هنعمل ايه. اشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي. Stars of Fantasy.